بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع سنتكلم عن أكلة مشهورة، أكلة شعبية معروفة كما ترون على الصورة، الرفيسة. الرفيسة اللي مر عليها الآن 700 سنة، يعني مر على ظهورها 700 سنة، يعني من عصر الموحدين، من عصر الموحدين فالمارينيين والوطاسيين إلى يومنا هذا. كما قلنا ظهرت في عهد الموحدين ولم تكن معروفة في عهد المرابطين من قبل. والرفيسة اللي أمامكم من الأطباق الشعبية الأكثر استهلاكا، خاصة في الأوقات الباردة. هذا الرفيسة واحد الغذاء صحي يتكون من الرغيف اللي كنقولوا ليه المسمن، وفي الغالب كيكون فيها الطيور، لحم الطائر اللي هو الدجاج خاصة، أو الحمام أو ما شابه، ولكن اللي كيكون أكثر هو الدجاج البلدي. وكتكون فيها واحد المجموعة من القطان على رأسها، العدس والفول والحلبة. الحلبة ضرورية. هذا أمامكم صحن من الرفيسة اللي هو طبق عائلي يتم تحضيره في المناسبات العائلية والدينية والولائم، أو فيما يسمى بالزردة. وفي الغالب هذه الرفيسة يتم إعدادها من طرف النساء، وكدار في الغالب للنساء الحديثات الولادة، يعني المرأة النفساء، لأن هذه الرفيسة كتضمن واحد مكونات صحية مفيدة، فهي مدرة للحليب لأنها كتحتوي على هذا القطاني، والحلبة معروف عليها إدرار الحليب، وكتوفر على توابل خاصة اللي كنسميوها حنا المساخن أو رأس الحانوت. هذه اللي كتشوفوا الآن على الصورة، الرفيسة أكلة رئيسية للنساء في فترة النفاس كما جرت العادة طبقا للتقاليد المغربية. وكنا تكلمنا في مقطع سابق على الكسكس اللي هو مغربي، ومع الأسف ولاو الكثير من الدول كيقولوا حنا موالي الكسكس، وتفرق ما بين المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا. وكنتمنوا هذه الرفيسة اللي هي إرث مغربي ما تفرقش وما يوقعش لها موقع الكسكس المغربي. الرفيسة هي هادي، وكاينة واحد الرفيسة مغشوشة ما نسميوهاش رفيسة، هي غتبان على الصورة ونذكروها فيما بعد. هادي رفيسة مغربية فيها الدجاج البلدي، والدجاج البلدي راه أحسن من الدجاج الرومي، راه ما يمكنش لينا نقارنو بيناتهم. الدجاج الرومي راه عديم الحركة، واقف كياكل ماكلة اصطناعية وغير كيشوف، ماشي بحال داك الدجاج البلدي اللي كيتحرك اللي كنسميه أنا رياضي، وهذاك الكثرة الحركة ديالو الجري ديالو كيفقد الكثير من الشحوم والدهون، يعني الكوليسترول فيه قليل بزاف. وشي وحدين كيقول لك لا راه الدجاج البلدي كياكل ماكلة خايبة وليلقاه ياكلها حشرات فضلات إلى آخره. كنقولوا لي أن الدجاج البلدي عنده واحد القنصة اللي بالعربية كنقولوا لها القانصة، جمع قوانص، هي اللي كتصفي ديك السموم ما كتخلي والو، والقنصة هي كتكالو في أغنية بفيتامين سي والنحاس والمنغنيز، وكما قلنا هي بمثابة المصفات، فقط نحيدو غير ديك الجلدة الفوقانية. القنصة، نعم القنصة كتكون عند الحمام وعند الدجاج وعند الطيور التي تتغذى على الحبوب، أيضا نجدها عند بعض الأسماك بحال سمك البوري. المهم كتكون عند الحيوانات التي غذاؤها صلب قاسح. هذه الرفيسة أمامنا كما كتشوفوا، البصلة، العدس، أيضا كاين اللي كيدير عليها هذاك الفول كما قلنا، الحلبة، نزيدو حتى التومة ماشي مشكل. ولكن واحد القضية في القديم راه ما كانش فيها الزيت، ما كاينش الزيت، كانت الزبدة اللي كتجبد من اللبن، ملي كناخذوا اللبن كنجبدوا ديك الزبدة أو السمن. الزيت ما كاينش، الزيت ما كانوش كيستعملوه الجدات منذ القدم، ما كاينش الزيت، وإنما الزبدة والسمن، والزبدة ديال الأبقار اللي كتغذى على العشب، وأحسن زبدة هي ديال فصل الرابع. هذه القصرية، هذه رفيسة مغربية طبق عائلي يحضر في المناسبات. إذا كما كتشوفوا هذه هي رفيسة. أما ديك الرفيسة اللي زادوا عليها الكاوكاو والبيض واللوز والقرقاع اللي هو الجوز والتمر، وكاين اللي زاد عليها التين المجفف والحلوى والعركلية المسكة، هذيك ماشي رفيسة، اللي بغاو يسميوها رفيسة شغلهم. هذيك ولات واحد الماكلة أخرى ثقيلة، نعطيوها شي سمية أخرى بحال هذي ماشي رفيسة، يسميوها سمية أخرى ولكن ما يسميوهاش هنا رفيسة. هذه ماشي رفيسة،
لا رفيسة ما فيهاش الشريحة وفيها البيض ديال السمان وفيها داك اللي كتشوفوا فيه الكاوكاو الكاكاو المقلي، بعدي ماشي رفيسة وما عندهاش. شوفوا دايرين واحد العود في داك ديال المشمش، هذه رفيسة اللي هو الرغيف المسمن ويتبشش باليد ماشي بالمقص، هذيك ديال المقص لا حول ولا قوة إلا بالله، تبشش باليد، البركة في اليد فقط، النظافة نغسل يدي ونبشش باليد ديالي. الأجداد بكري هذا المسمن كانوا كيديروا به السمن أو الزبدة، ما كانش الزيت، الزيت غير صحي، وهذاك الكاوكاو اللي زيدينه مقلي غير صحي. الإنسان ياكل حاجة مشوية ولا البخرة ولا الفورة ولا في الفرن ولا شي، راه المقلي هو المشاكل الصحية، اللي كيكثر من المقلي كيبحث على المشاكل الصحية. هانت واحد المجموعة كبيرة ديال الرفيسة، ومزيان يكون فيها البلول زايد، المرقة، المرقة تكون هذاك زايد. شوف راه ما دايرين ديك زليفة، يعني حنا كنقولوا لها الجبانية، فيها البلول. هانت هي الرفيسة ولكن خسروها، يعني ركزوها، ما بقاتش ميتة رفيسة لا. وكيما قلنا هانت دايرين فيها الكاوكاو والبرقوق، يعني خيلوطة جيلوطة. لا حنا كنهرفوا نهضروا على الرفيسة المفيدة اللي ظهرت منذ القدم وكانت كتطبق في الطين، تطبخ وتحضر في الطين. حنا ماشي مشكل تحضر في الألومنيوم أو في المعدن، ماشي مشكل، غير هذا كان في القديم، حتى السمن كان كيتخبى هنا، تكلمنا عليه في مقطع سابق. الماء ديال الثلاجة ديال قديم الزمان وليو الثلاجة ديال دابا هي مزيانة، داكشي كيتطور. أما يجي واحد أخر يقولك الثلاجة خاصة ما تكونش في الدار، هذا رايه يهرف بما لا يعرف ولا ماعرفش، كيقولوا ليه هذا واحد النوع ديال الطياب. والناس كيقولوا عنده الصح، خاص الثلاجة ما تكونش في الدار، وهذو اللي كيقولوا عنده الصح كلهم عندهم الثلاجات في الدار. يعني خاص الإنسان يكون قول وفعل، ماشي غير كلام فارغ. الكسكسو، ومع الأسف هذا الكسكسو تفرق على موريتانيا وتونس والجزائر والمغرب، قال كادو كاع كانوا كيديروا الكسكس وهما ما كانوش كيعرفوا الكسكس. كسكس سبع خضاري المغرب هو بلادو، هذه ماشي رفيسة، هذه بسالة، هذه بسالة، حطوا عليه حتى الحلوة وحطوا فيه واحد الأعواد حادة قد تشكل خطر على الأولاد الصغار. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.